تمام مسادسة ونصف من قسم الأخبار، نحييكم مشاهدينا ونبدأ النشرة بالعناوين. استشهاد نقيب بالجيش الوطني ومقتل إرهابيين بجبال المغيرة وتواصل المواجهات لتعقب الإرهابيين. مع اقتراب فصل الشتاء تلقيح ضد النزلة الوافدة ضرورة أم خيار؟ استخراج تينا جلالة من المغاورة مهنة تقاوم الاندثار رغم مشاقها. مرحبا مجددا. في تطورات ما جدى من أحداث دامية بجبل المغيلة، أسفرت العمليات العسكرية لتعقب العناصر الإرهابية عن مقتل إرهابيين اثنين واستشهاد نقيب في الجيش الوطني. كما أفادت الوحدات العسكرية بأنها تمكنت من تحديد وكر تتحصن به مجموعة إرهابية. وحسب مفادة الأخبار للتلفزة التونسية، تجري كذلك محاصرة مجموعة إرهابية بإحدى مغارات الجبل. العثور على جثة أحد العناصر الإرهابية التي استهدفت من قبل قواتنا العسكرية بمنطقة عين الجحفة من جبل مغيلة. مصادر عسكرية أفادت بأن الفوج الخاص بالجيش الوطني تمكن من تحديد وكر تتحصن به مجموعة إرهابية يفوق عددها 15 عنصرا. انطلقت الصباح حوالي الساعة 9، يعني مواجهات بين الجيش والإرهابيين، خاصة في المنطقة هذه اللي نسموها نحن في جحفة الصيد، مقابلتها يعني عين الجحفة. في الموقع هذاك متمركزين الإرهابيين، إطلاق نار في الأول متواصل، ثم يعني من بعد إكلاطمون قوية، معناها ضربة قوية، إطلاق نار حوالي ساعة ونص ساعتين. قام متواصل ما تقطع، معناها ما حبسش، بقى متواصل. اشتباكات انطلقت منذ صباح اليوم مع هذه المجموعة، تمكنت خلالها الوحدات العسكرية من القضاء على عدد منها والعثور على إحدى جثثهم، فيما تلقى عسكري برتبة نقيب رصاصة غادرة استشهد على إثرها. القوة العسكرية تواصل محاصرتها لخندق تتحصن به مجموعة إرهابية، ويتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى في صفوفها. حاليا المواطن بدا يشعر، خاصه نحن في صفوح جبل المغيله بدينا نشعر شويه بالاطمئنان، خاصه ان يعني الجيش وحدات تواجد معناها مكثفه اليوم كما تشوف. هذو من نحن ناس قادرين، والروح الوطنيه هذه اللي موجوده عندنا نحن في الربوع هذه روح وطنيه عاليه. المره فاتت حاصرناهم الارهابيين في صفوح جبل المغيله، يعني وحاصرناهم ونحن عزل ما عندنا حتى شيء، وسكرنا عليهم الكراب. نحن لو انه نلقوا كيفاش حتى نخرجوا نحن نجبدوها من الناس هذوما من الجبل نخرجوا لهم بيدينا. متساكنو صفوح الجبال استبشروا خيرا بهذه العملية النوعية، وأكدوا على تضامنهم مع وحداتنا العسكرية المرابضة بالجبل. وفي جونا امتزج بالألم والحزن، شاع أهالي منطقة أولاد سلاطنية ظهر اليوم جثمان الراعي الشهيد مبروك السلطاني إلى مثواه الأخير بمقبرة المنطقة. وقد حضر الجنازة إلى جانب عائلة الفقيد وأهالي منطقة أولاد سلاطنية كاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة مجدولين الشرني ووالي الجهة وعدد ممثلي الإدارات الجهوية والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني. في موكب جنائزي مهيب وفي جو من الخشوع، شيع أهالي منطقة سلاطنية بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد جنازة الطفل الشهيد مبروك السلطاني إلى مثواه الأخير على إثر العملية الإرهابية التي راح ضحيتها دفاعا عن قوته ومصدر رزقه. طفل عمره 16 سنة أعطاه درس قوي برشا للناس الكل، شجاع الطفل هذايا، صحيح في الآخر تذبحه ومات موتة شنيعة، أما أعطاه درس في الشجاعة، مكسبه معزتين ما حبش يسلم فيهم، أعطانا ميساج قوي يلزم التوانسة الكل يتوحدوا يكونوا كيما مبروك السلطاني، ما يركعوش ما يخضعوش، هما توا يتخبطوا ما دام تجرؤوا على طفل 16 سنة اندادوا مازالوا يلعبوا، تجرؤوا قتلوا طفل ماهيش بطولة، أما تبين التخبط اللي فيهم اللي فيه هما، تبين الارتباك نتاعهم. أهالي الشهيد طالبوا الحكومة بتوفير الأمن لمنطقتهم الجبلية وعبروا عن استعدادهم لمزيد التضحية من أجل الوطن. معناها مش محميين مادام جاتنا الإرهاب هنا وسارح بشي 15 إنشاء وهزوا واشترهم، مش المحميين، معناها نحبوا الحاكم ديما يتفكرنا وديما يحمينا. طالبين الأمن لا أكثر لا أقل، حاجة دم الأمن. احنا راهو ما قلقناش، نموتوا واحد يموتوا 10 يموتوا 20 راهو عادي، فهمت؟ اما لكن حاجتنا بالامن باش يامنون لا اكثر لا اقل. كتيبه الدوله المكلفه بملف شهداء وجرحى الثوره مجدولين الشارني ولدى حضورها لجنازه الشهيد استعرضت الاجراءات الاستثنائيه التي اتخذتها الحكومه لفائده متساكني المناطق الجبليه. اجراءات استثنائيه اخذتهم الحكومه اللي هما الاولويه في التمتع بمنح دعم موارد الرزق، كيف الاولويه في توظيفهم بصفه متعاقد
النقد بالنسبة لحراسة الغابات، وفما إن شاء الله إجراءات أخرى. يشار إلى أن قوافل من تونس وسوسة والقصرين ضمت مجموعة من ممثلي مكونات المجتمع المدني حلت بمنطقة السلاطنية لتقديم التعازي لأهالي الطفل الشهيد مبروك السلطاني والتضامن معها. رحم الله إذا الشهيد. أكد الفريق الطبي المختص المكلف بتقديم الإحاطة النفسية للطفل شكري السلطاني مرافق الراعي شهيد بمنطقة أولاد السلاطنية أن الحالة النفسية للطفل الذي عايش العملية الإرهابية حرجة جدا، وذلك وفق ما صرحت به اليوم المكلفة بالإعلام بوزارة المرأة والأسرة والطفولة سارة حطب. وتعهد الأخصائيون حسب المتحدثة بالتكفل بالطفل البالغ من العمر 15 سنة وتأمين المتابعة النفسية لحالته الهشة، كما ستتولى وزارة المرأة متابعة الوضعية الاجتماعية لأسرة الشهيد مبروك السلطاني في نطاق برنامجها لدعم الأسر ذات العائل الوحيد. استعرضوا الوضع الأمني في البلاد والتطورات في إطار الحرب على الإرهاب والجهود المبذولة للتوقي منه وملاحقة العناصر الإرهابية وتأمين سلامة المواطنين وحماية المؤسسات والمنشآت. أبرز فحوى الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم بالقصبة خلية التنسيق الأمني والمتابعة بالحكومة. الاجتماع كان بإشراف رئيس الحكومة لحبيب صيد وبحضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية وكاتب الدولة للأمن الوطني وسامي الإطارات العسكرية والأمنية وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة. وقرر السيد تسريع تجسيم الإجراءات والتدابير المتصلة بحماية التجمعات السكنية والمواطنين في المناطق المتاخمة للجبل، وذلك إلى جانب توفير الإحاطة والرعاية لعائلات شهداء المدنيين. وحسب المصدر ذاته أكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على تعزيز الجاهزية وملازمة اليقظة ومزيد إحكام التنسيق والتكامل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتكثيف العمليات الاستباقية والتصدي للمخاطر الإرهابية التي ما زالت قائمة. إلى الملف الصحي الآن. ومع اقتراب فصل الشتاء يزداد انتشار مرض الزكام الموسمي الجريب، وقد يتسبب لدى البعض في تعكرات ومضاعفات صحية خطيرة. التقيح ضد النزلة الوافدة وحسب الخبراء بإمكانه التخفيف من حدة هذه المضاعفات، خاصة إذا تم اتخاذ هذه الخطوة في الوقت المناسب. حوالي 40,000 جرعة تلقيح ضد النزلة الوافدة أو ما يعرف بالجريب وضعتها وزارة الصحة على ذمة المواطنين توقيا من حدوث مضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس الزكام الموسمي. تم اقتناء 300,000 جرعة وهما موجودين في الصيدليات. احنا نحثوا باش التوانسة يلقحوا توا قبل ما تزيد تبرد الدنيا، على خاطر هي باش نقيوا نفسنا ضد هذا المرض. التلقيح ضد الجريب متوفر وطبعا الناس قاعدة تقبل عليه بصفة كبيرة. توقيت مناسب قبل ما يبدا الشتاء، معناها قبل ما تبرد الدنيا بالكدا يلزم الشخص يلقح. التلقيح ضد الجريب يصبح ضرورة بالنسبة للأشخاص ضعيفي المناعة لحماية أجسامهم من خطورة الفيروس ومن حصول مضاعفات وتعكرات صحية. التونسي عنده وعي باش يعمل التلقيح ضد الجريب، خاصة الناس المسنة، الناس الكبار ولا الأشخاص اللي عندهم مثلا أمراض مزمنة، هذوكم يلزمهم يلقحوا. والأطفال اللي زاد يمرضوا بصفة كبيرة في الشتاء من الأحسن يعملوا التلقيح. نزرق بها في السبيسرية، نزرق بها كل في اكتوبر نزرقها، كنت قبل ما نزرقها معناها ونجيني البرودة نمرض في الشهر مرتين ثلاثة، وملي بديت نزرق فيها هي حتى تجيني برود وتجي خفيفة. يسجعوا فيا ما عملتهاش وصحتي ما تضرتش، يعني كلي دون فاسون باش نتسجع نعملها، مي جو سوي با كونتر، عندي شكون يعمل في العائلة ويسون بوغ. في مخبر التحليل الجرثومي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة يعمل الخبراء وفق منظومة متخصصة في متابعة ومراقبة فيروس الزكام الموسمي وتحديد نوعه. كل عام نشوفوا اسكو الفيروس موجود في الفاكسان في الكومبوزيسيون فاكسينال، دونك نشوفوا الافيكاسيتي نتاعو، وكل عام نورمالمون سي بون الامور مريقله والعباد تعمل فاكسان. عندنا طب وعندنا سونتر دو ريزو سنتينيل كيما نقولوا ناس تعس على الفيروس تاع الغريب. كل الجهات كل ولايه تبعث لنا دي بريليفمون، نعملوا تقرير كل جمعه لوزاره الصحه والمنظمه العالميه للصحه، وقت يشوفوا الفيروسات هذوما اللي جاوا من العام الكل يعملوا لهم التحاليل يقرروا شنو هما الفيروسات اللي باش يحطوهم في التلقيح الجديد.
جديد. تسجل تونس سنويا بين 1000 و200 ألف إصابة بالزكام الموسمي، رقم يؤكد سرعة انتشار العدوى، ليظل التلقيح سلاحا وقائيا ضد هذا المرض. مرة أخرى يتسبب النقص في طب الاختصاص وخاصة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بتوزر في وفاة امرأة حامل، معاناة تكبدتها هذه المرأة عند موعد ولادتها ورغم التدخلات الطبية لأنها فارقت الحياة، تاركة وراءها تساؤلات بالجملة عن حالة الخدمات الصحية المتردية بالمستشفيات. أسماء في عقدها الرابع من العمر فارقت الحياة على أثر عملية ولادة قيصرية بعد معاناة دامت أكثر من 13 يوما. معاناتها انطلقت من المستشفى الجهوي الهادي جبلة بتوزر لتفارق الحياة بمستشفى فاطمة بورقيبة بتونس. عائلة أسماء اعتبرت هذه الحادثة هي نتيجة تقصير طبي وما يعانيه مستشفى توزر من نقص فادح في معداته. بالرغم من خطورة العملية خلوه 24 ساعة باش اخذوا ديسيزيون تاع الترانسفير تاع لتونس. ال 24 ساعة هذيك اثرت فيها 100,000 مواطن بدون معناها جراح، معناها راهو عيب. راهو اللي عرفته من اللي يخدموا في الصحة انها 6 اختصاصات لابد من توفرها في بكل مستشفى جهوي. هل الاختصاصات هذه موجودة في توزر؟ هل عندنا طبيب انعاش معناها لانقاذ الحالات الحرجة هذه؟ قسم الولادة سيء جدا، هذه ماشي الحالة الاولى وماهيش الحالة الثانية وماشي الثالثة. وقت اللي يسألنا احنا على الحالة قالوا لي راهو منهم معناها من التأخير هذاك، كون نقذوني من اللي بعثتني القابلة راهو ولدي لاباس عليه. مدير المستشفى اعتبر وفاة أسماء خارجة عن نطاق المستشفى وأن الطاقم الطبي قام بكل ما بوسعه لإنقاذ حياتها. قانونيا الطبيبة المباشرة لها ارتأت أنها تنتقل إلى مستشفى جامعي بعد استشارة الطبيب المباشر في المستشفى الجامعي. احنا كإدارة وفرنا لها وسيلة نقل في أقرب وقت ممكن اللي هي ولدت نهار 25، وقع نقلتها نهار 26 صباحا. 2600 حالة ولادة منذ سنة 14 و2000 إلى موفى شهر أكتوبر لهذه السنة، سجلت فيها وفاة أم سنة 13 و2000 وحالة وفاة رضيع واحد. رقم وإن بدا عادي إلى أنه لا يخفي النواقص العديدة بهذا القسم، ولعل أهم المطالبة بتدعيمه بأطباء اختصاص في أقرب الأجل. تم اليوم بالمناسبة إمضاء برقية إضراب في القطاع الخاص تشمل ولايات الساحل يوم 26 من ديسمبر القادم في شهر نوفمبر الجاري، في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد العام التونسي للشغل بعد تعثر المفاوضات بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف بشأن الزيادة في الأجور. في الأثناء يبقى باب التحاور مفتوحا لتسوية المسألة. هذا الاجتماع النقابي بمدينة المنستير والذي جمع الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي مع ممثلي هيك القطاع الخاص والعمال بالجهة يأتي ضمن سلسلة من التحركات والإجراءات التي أقرتها المنظمة الشغيلة بعد تعثر المفاوضات بينها وبين منظمة الأعراف بشأن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص. ارتأت مؤسسات الاتحاد وهيكل الاتحاد أن تحدد جملة من الإجراءات فيها احتجاجات، فيها تحديد مواعيد إضرابات تنطلق من 19 والساحل يوم 26، والآن أنا أمضيت على برقية إضراب في الولايات المذكورة هذه لإضراب إقليمي. نحن كاتحاد عام الشغل أيدينا ممدودة للمفاوضات. ولأن المنستير تعد من الأقطاب الاقتصادية الهامة في تونس، فقد أشار ممثلو هياكل القطاع الخاص إلى ضرورة الزيادة في الأجور. الجهة كان ما ترتكز على القطاع الخاص، وذاك علاش نقول اليوم منها الدعوة للأطراف الكل، منها كأعراف كحكومة يلزم منها تلقى الحل الجذري لهذا القطاع. من جهته صرح المباركي بأن هناك اتصالات من عديد الأطراف لإنهاء هذا الخلاف بين المنظمتين. إن شاء الله نوصل إلى بوادر الانفراج، إن شاء الله احنا دعوتنا أنه تنطلق المفاوضات في أقرب وقت وإن شاء الله الجمعة الداخلة بشكل جدي. وللإشارة في أن أمام الرباعي الراعي للحوار موعد 10 من ديسمبر القادم بأوسلو لتكريمهم بجائزة نوبل للسلام، فمتى سيذوب الجليد بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف؟ يشكو قطاع النقل والذي يعد شريان الحركة بالمدن من نقائص بالجملة كان لها الآثر السلبي على حياة المواطنين والتلاميذ بولاية الكاف، ما يتطلب تدخلات شاملة علها تحد من وطأة المعاناة اليومية للمتساكنين. ورشة الشركة الجهوية للنقل بالكاف تحولت إلى مستودع للحافلات المعطبة،
بما أثر على مردودية الشركة وعلى جودة خدمتها وولد تذمرا من المسافرين. قطاع سيارات الأجرة يشكو بدوره من عديد الصعوبات جراء التداخل بين مختلف قطاعات النقل. عندنا 4 سنين ونحن قاعدين نستنوا من الثورة ونحن لهذه ساعة، فهمت ولا يمنوا فينا؟ أخذوها ناس ما عندهمش معناتها ما همش ولاد القطاع. البلاد تسكرت من الاكتظاظ، ما عادش عندنا منين نتحركوا. يسرحوا لنا البلاد، يهبطوا اللواجات لوطه تشد بلاصتها، يحلوا لهم هنا مع المحطه، شوفوا لنا حل. تو وصلنا لإلغاء معناها ما يقارب 4 خطوط على الخطوط البعيده، مع صعوبات كارثيه في النقل المدرسي والجامعي، وخاصة النقل العرضي نقصد الكراعيات. وزير النقل محمود بن رمضان أعلن خلال زيارته إلى الجهة عن جملة من البرامج للارتقاء بالقطاع باعتبار أهميته في خدمة التنمية وفي فك العزلة عن المناطق الداخلية. ثم تشابك وثم منافسة غير شريفة. احنا شقلنا مع سيد الوالي سنطبق القانون، نمكنوا كذلك كل وسائل النقل هذه بمحطات. جينا كما قلت لكم بمشروع طموح إن شاء الله فيما يخص السكك الحديدية ابتداء من الكاف حتى القصرين حتى السيدي بوزيد حتى قروان سوسة، باش نبنيو ينبوك. صعوبات عديدة يمر بها قطاع النقل بولاية الكاف، قد تسهم البرامج المقبلة في التقليل من حدتها. التنسيقية الجهوية للمعارضة بجابس نظمت ندوة تفاعلية تحت عنوان مصالحة اقتصادية عادلة أم تبييض للفساد. فبين التعتيم وتكريس عقلية الإفلاس من العقاب وبين الإبقاء عليها، تختلف المواقف بخصوص قانون المصالحة. نظمت التنسيقية الجهوية لأحزاب المعارضة الوطنية بجابس ندوة تفاعلية للتصدي لقانون تبييض الفساد. ندوة وضعت تحت عنوان مصالحة اقتصادية عادلة أم تبييض الفساد، واعتبر فيها عدد من المتدخلين أن قانون المصالحة قد قسم البلاد ويتنافى حسب رأيهم مع منظومة العدالة الانتقالية التي أقرها الدستور. هذا القانون يعني يحدث لجنة أعمالها خاضعة للسلطة التنفيذية، أعمالها تخضع للسرية، إذن هو يكرس التعتيم ويضرب منطق الشفافية، وكما يضرب منطق المحاسبة، يعني هو يكرس عقلية الإفلات من العقاب. لكل هذه الاعتبارات نحن اعتبرنا هذا القانون قانون لتبييض الفساد والفاسدين، واعتبرناه غير دستوري، واعتبرناه ينحرف أو ينقلب على مسار العدالة الانتقالية. سحب هذا القانون مسألة شدد عليها البعض، لأن ذلك سيحول حسب رأيهم دون تواصل الفساد. اليوم وجب إعادة النظر فيه بعد سحبه وتقديم مشروع آخر في صورة ما نحبه نسرعه، هذا ممكن، أما يمشي ما يمس حتى شيء من جوهر العدالة الانتقالية بمحطاتها حتى تونس معناتها ترتاح، كما يقولوا هالجرح هذا نسكروه ونمشيوا للمصالحة الوطنية اللي هي الهدف الأسمى، أما من غير من نخربوا عملية يلزمها تأني. بين من ينادي بإقرار قانون المصالحة ومن يرفضه يبدو البون شاسعا ولكل طرف مبرراته، فهل يتم التوصل إلى توافق؟ أحدث النوادي الثقافية على اختلاف اختصاصاتها في المؤسسات التربوية مشروع الهدف من ورائه تأطير التلاميذ وخلق فضاء لهم لصقل مواهبهم، هذا من ناحية، ولكن في بعد أعمق من ذلك بحث على حماية جيل التلاميذ من الانزلاق في مخاطر العنف والتطرف والإرهاب. مقتل 180 شخصا في باريس. يلطيف حتى فرنسا ما سكتش. يرد الخبر كسائق على ياسمين طرابلسي، هي لحظة عمل مسرحي تمكنت عبره هذه التلميذة من البوح. هنا الفضاء متاح لتصعيد تلك الفوضى وذلك المسكوت عنه، بناء على أنقاض مرحلة صعبة، وكما بالرسم أو بالموسيقى كلها نوافذ لإثبات الذات عبر نوادي في المعاهد والمدارس. برشا عبيد عرضة للإرهاب، عرضة للتعاطي المخدرات، عرضة للانحراف في هذا المجال، يمكن الترفيه عن النفس والإبداع وإخراج القدرات. لقيت الفرصة باش معناها نلقى شكون يوجهني كالأستاذ التربية التشكيلية، ومعناها فما وقت محدد معناها بعد القراية ننضم للنادي هذا ونخدمه. أحداث النوادي الثقافية في الفضاء التربوي تجربة تتبناها وزارة التربية، غير أن إقبال التلاميذ عليها يبقى أحد أهم التحديات.
يلزم الولي هو اللي يسحب ولده، يلزمه يوفر له الرعاية ويوفر له الإحاطة باش الطفل من صغرته يتربى على التفكير وعلى النشاط الثقافي. تجربة النوادي الثقافية في معهد بالقسم الشابي بصفاقس توحي بأن هذه النشاطات يجب ألا تكون حكرا على معاهد دون أخرى، وهنا طرح خاص بشأن تلاميذ القرى والأرياف النائية التي قد تعوسها الإمكانيات لإحداث هذه النوادي. ندعوهم انه يكون فما اهتمام بالنوادي الثقافيه، يكون اصلا فما نقولوا احنا قاعات، علاش ما نبداوش احنا بقاعات مخصصه للنوادي الثقافيه، نركز انشطه ثقافيه ونوادي تقريبا في جميع المؤسسات التربويه التابعه لصفاقس 2 كلما تيسر الأمر ذلك. صنع هؤلاء التلاميذ عوالم أخرى حلقت فيها المخيلة وابتكرت صورا جديدة من الواقع، هو التوق إلى خلق جيل جديد مبدع قادر على التغيير. تظاهرات مبدعون من أجل الحياة بباجة حراك ثقافي لنبذ مختلف أشكال العنف بالثقافة والترفيه، نحارب العنف ونزرع الابتسامة في كل مكان، هدف أساسي من هذه المبادرة التي وكبها جمهور غفير من مختلف الشرائح العمرية. على أنغام الموسيقى والغناء انطلقت تظاهرة مبدعون من أجل الحياة بولاية باجة. حراك ثقافي يشارك فيه كل المبدعين كل الفاعلين في المشهد الثقافي للتعبير على موقفهم ورفضهم لكل أشكال العنف وكل المظاهر الفوضى اللي تقوض السلم الاجتماعي في البلاد. عروض الفروسية والدمى العملاقة والمجورات شدت اهتمام جمهور غفير من كل الفئات العمرية، واكب العروض فوجد فيها فرصة للترفيه والاستمتاع. عجبني بالضبط لحصننا ومهرجي وسلامية باهية. شيء شفناه اليوم حاجة مهمة برشا وحاجة رائعة يزينا من الألم والإرهاب. يلي همك تضيع وطن وتخلي شعبي في وهن، عنوة وليمال دنيا فكرك بديل انساه، تونس حبيبة وطيبة وغالية وعالية وعالية البناء. هذا وتتواصل تظاهرات مبدعون من أجل الحياة على مدى أسبوعين بعروضها المختلفة من أجل زرع الابتسامة والفرح في كل مكان. أما تظاهرة أجنان صفاقس فكانت الفضاء الذي عكس مدى أهمية التشبث بالعادات والتقاليد من خلال الاحتفاء بموسم جني الزيتون، تظاهرة بينت مدى أهمية الزيتون كمخزون تراثي يعد العمود الفقري لنمط حياة يومية لا زال تتوارثه الأجيال بجهة صفاقس. فتحت تظاهرة جنان صفاقس نافذة على مكونات نمط الحياة غاب عن الواقع، لكنه ما زال يسكن ذاكرة الجدات وحكايتهم لأحفادهم عن خيرات جنان حبا ولوزا وزيتا. من بطبيعتي ديما نحكي لهم أنا جدة ومن صغار بنتي معناتها حتى في الليمان وقت كيما نحكي لهم نحكي لهم الأصل كيفاش، وتو باش نوريهم كيفاش الزيتون كيفاش نجمع الزيتون وكيفاش باش على الأقل ياخذوا فكرة الزيت اللي ياكلوها الصباح كيفاش متكون. هو اكتشاف بالنسبة لك تعرفهم قبل ولا أنت؟ مش برشا حاجة جديدة تسمى بالنسبة للجيل متاع تاون. لتلتصق صورة أكثر بالذاكرة حكاية طريفة كما فطور صباح من ثمار جنان أو الغابة، هكذا يطلق على الضيعة في صفاقس، والزيت أبرز ثمارها وشرط من شروط غذائها وصحة أهلها. إن شاء الله يتعاونوا الوالدين والصغار باش الأكلة خاطرها هي عندها قيمة كبيرة للبدن وصحة الصغير. مجدودنا ديجا من قبل يطيبوا بالزيت زيتونة صحتهم أصح وما يتلتهم أبن. برشا ناس كانت تعتقد أنه زيت زيتونة يسمن، أنه استهلاك متوسط في زيت الزيتونة يسبب السمنة ويسبب أمراض القلب وأمراض الشرايين، يطلع الكوليسترول. هذه بعض المعلومات اللي حابين نصلحها ونقول للعباد راهو ماهوش صحيح، راهو زيت الزيتونة ما يسمنش، راهو زيت الزيتونة ما يطلعش كوليسترول، راهو زيت الزيتونة ما يعملش أمراض القلب. الزيت يعرفوها كان في بيبس، احنا اليوم مش نوريهم طريقة المراحل الكل اللي يمر بها جني الزيتون، من الأرض من الزيتونة للرحي للطحان الزيت، الزيت النضوح للتذوق زيت النضوح والقيمة الغذائية للزيت الزيتونة. وامتدت بعد ذلك عيد الصغار والكبار إلى الشجرة المباركة تجني ثمارها وترمم موقعها في الذاكرة وفي الوطن. لأول مرة جينا اليوم جني صفاقس ورحبوا بنا برشا، واني توا نحي في الزيتونة معاهم وتعلمت معناها
كيفية طريقة جني الزيتون ومنافع الزيتون. عندما تغادر صفاقس وتشاهد كل هذه المساحات من أشجار الزيتون تتأكد أن هذه الشجرة هي جزء من ثقافتكم. لا يمكن العيش في صفاقس دون زيتون مع كل ما تحمله هذه الشجرة من معان للموروث الغذائي والموروث التراثي. جنان صفاقس احتفالية بموسم جني الزيتون وإعادة اكتشاف للذات في أبرز مميزات جهة صفاقس. تشتهر منطقة جلالة بالفخار الأصيل منذ القدم، حيث سماها الفينيقيون بقرية الطين. حكاية عشق جمعت بين المتساكنين ومغاور الطين، حيث يصفونه بالأفضل في كامل الجمهورية. فالتنقيب عن الفخار مهنة ميزت حياة الأجداد، لكنها تصارع من أجل البقاء. منطقة جلالة أو قرية الطين كما سماها الفينيقيون منذ مئات السنين مدينة الفخار الأصيلة بجزيرة جربة، حكاية أهلها مع الفخار واستخراج الطين حكاية فريدة. لما يتوغل الفخاخر عشرات الأمطار تحت الأرض بحثا عن المعدن النفيس أو الطين. الطين عز طين هي طين جلالة للاستعمال سوى للزيت سوى للخزان الشعير للاستعمال اليومي للغرس لكل شيء. الفخار يداوم عز طين. عندك هذا الطين المادة الأولية الصحيح؟ لا، هذه 200% صحيح. اثنان فقط من بقي من أهل جلالة المختصين في استخراج الطين، يكابدان ويصارعان بكل ما أوتي لهما من قوة وجهد في هذه المغاور على مدار العام للتنقيب عن الطين واستمرار حرفة الآباء والأجداد. لازم يعرف يحفر ويخدم بعدها، فهمت؟ لا ما جيتش واحد يجي يخدم ديركت ما يعرف. ينجم الدموش هذا يمشي. ينجم يهبط عليه، يموت متعب ياسر. والشباب توي يحب يخدم بالحاضر، ما حبش يخدم مثال يخدم مدة باش يخلص، يحب كل نهار ونهار. تراجع كميات استخراج الطين أثرت على خصوصية فخار جلالة، ففسح المجال لفخار غريب. جلالة اللي يميز على الفخار اللي موجودين في برشا مناطق مثل نتاع الجمهورية، الفخار نتاع جلالة هو يميز نتاعه كان الأصل الأصيل نتاعه الاستعمال، عرفت؟ اللي هو الجرة، اللي هو السفر، اللي هو الحاجات الاستعمالية نتاع الدار المنزلية. اليوم تبدلت الفخار، ولات الفخار اللي هو ارتيزانال، ولات هو مواد للسياح. في منطقة جلالة استخراج الطين صنعة في اندثار حقيقية وتهديد جدي لحرفة مميزة ومكون أساسي من مكونات الجزيرة. أعلنت اليوم رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها أن رئيس الحكومة لحبيب الصيد قرر تعيين رشيد يونس مشرفا على تسيير شؤون التلفزة الوطنية بالنيابة خلفا لمصطفى بالطيف. بهذا البلاغ مشاهدينا نأتي إلى خاتمة النشرة، ونذكركم بأبرز ما ورد فيها من عناوين: استشهاد رقيب أول بالجيش الوطني ومقتل إرهابيين بجبال المغيلة، وتواصل مواجهات لتعقب الإرهابيين. مع اقتراب فصل الشتاء تلقيح ضد النزلة الوافدة ضرورة أم خيار؟ استخراج طين جلالة من المغاور مهنة تقاوم الاندثار رغم مشاقها. نقطة الختام مشاهدينا لليوم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.